مرحبا بكم متتبعي قناة Profit in the World في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نقدم لكم هذا التطبيق الحصري، هذا التطبيق الذي بإمكانك أن تربح منه بعض المال وتقوم بسحبه على حسابك في الباي بال. هذا التطبيق هو صادق 100%، وبإمكانكم تحميله من أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم جديد قناتنا، وشكرا لأكثر من 10400 مشترك على القناة، شكرا لدعمكم. مباشرة إخواني وبدون إطالة راح نبدأ في عملية الشرح. سوف أترك لكم الرابط كما قلنا أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. بعد ضغط الضغط راح يوجهك على متجر بلاي ستور. كل ما عليك فعله هو أنك راح تقوم بالضغط على خيار أنستالي. بعد الضغط على خيار أنستالي راح تقوم بالضغط على خيار بلاي أو الدخول إلى التطبيق، وبعدها راح تظهر معك هذه الواجهة كما تلاحظون، الصفحة الخاصة بالدخول للتطبيق وهو بيك سبورتس. يقول لك أنه سوف تتحصل على 500 نقطة كبونس أو هدية لتسجيل أول مرة في التطبيق. الآن كل ما عليك فعله هو أنك راح تقوم سواء بالتسجيل عبر الفيسبوك أو عبر جوجل، اختر الطريقة التي تناسبك، ولكن من الأحسن أنك تقوم بالتسجيل عبر حساب جوجل. راح تظهر معك هذه الواجهة، كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار سكيب أو تقوم باختيار ثلاثة من بين هذه الألعاب التي تعجبك وتقوم بالضغط على خيار نكس. بعدها راح تظهر معك هذه الواجهة، هنا هدية التسجيل الدخول يومي، مثلا في اليوم الأول 50 نقطة، اليوم الثاني 100 نقطة، اليوم الثالث 150، اليوم الرابع 200، اليوم الخامس 250، اليوم السادس 300، واليوم السابع راح تحصل على 500 نقطة. راح تقوم بالضغط على خيار كلايم 50 نقطة، وبعدها راح يتم إضافتها مباشرة في حسابك هنا في الأعلى. الآن راح تظهر معك هذه الواجهة، كل ما عليك فعله هو أنك راح تقوم هنا بالخروج أو تقوم بالضغط على خيار play to earn، ولكن سوف نقوم ونأتي لتلك الخطوة بعد لحظات. الآن أكملنا مع عملية التسجيل، الآن راح نتوجه إلى التطبيق. لكي ندخل على التطبيق هذه الصفحة الرئيسية الخاصة ب التطبيق، هنا راح تجد عدد النقاط الخاصة الموجودة في حسابك، هنا الرصيد المتاح للسحب، وهنا اسم التطبيق. هنا يعني يقول لك سوف تربح 0.1 دولار إذا قمت بجمع فقط 10 جواهر. من أين تجمع الجواهر؟ سوف تقوم بلعب هذه الألعاب، مثلا لو لعبت هذه اللعبة راح تحصل على جوهرتين، هنا جوهرة، هنا 2، هنا 20، هنا 2 2 2 2، وهكذا. كل هذه الألعاب تستطيع أن تجمع منها الجواهر، لأنه الجواهر مهمة جدا في عملية السحب. راح يعطيك وقت محدد اللي هو 24 ساعة حتى تقوم بإكمال هذا العرض المتاح لك. فإذا كنت تريد الحصول على هذه الجواهر، كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار بلاي نيو بهذا الشكل. هنا راح يعلمك كيفية لعب هذه اللعبة كما تلاحظون، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، والخطوة الثالثة، وهكذا. والآن راح تقوم بالضغط على خيار بلاي. كما تلاحظون هنا يجب أن تقوم بجمع 100 نقطة وراح تحصل على 25 نقطة، وراح يتم خصم منك 25 نقطة من هذه النقاط الموجودة هنا. فهذه النقاط هي مهمة جدا، فضروري أنك يعني تربح في كل مرحلة تقوم بلعبها. راح نقوم بالضغط على خيار بلاي نيو بهذا الشكل، ستارت جيم بهذا الشكل، ثم الآن راح نوجه هكذا هكذا كما تلاحظون. عندما نرى السهم الأخضر موجود نحو السلة هنا مباشرة نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل هكذا. كم تبقى لنا بهذا الشكل كما تلاحظون؟ 2. نقوم مرة أخرى خارج، ثم نقوم بمحاولة أخرى إلى الخارج أيضا، راح نقوم أيضا بمحاولة أخرى، أيضا محاولة أخرى. لقد خسرنا كما تلاحظون، وهكذا. فقط يعني راح تبدأ في لعب هذه الألعاب، ولكن في كل مرحلة يجب أن تربح حتى يعني تتحصل على الجواهر، لأنه الجواهر كما قلنا هي مهمة جدا. الآن نفترض لو أنك لعبت كل هذه الألعاب وجمعت الجواهر، راح تحصل على هذه الهدية، راح تقوم بأخذها وراح تظهر معك هنا في خانة السحب. الآن راح نأتي إلى الخيار الآخر الذي بإمكانك أن تربح منه، وهو عن طريق دعوة الأشخاص. لاحظوا جيدا وركزوا جيدا في هذه الخيار، هنا يقول لك سوف تربح 0.1 دولار لكل شخص سوف تقوم بدعوته ويسجل عن طريق الرابط الخاص بك.
لو قلنا بالضغط هنا أيضا كما تلاحظ يعني يعطيك التفسير الخاص بطريقة يعني ربح هدية الإحالة. هنا راح تقوم بالضغط على خيار Invite Friend بهذا الشكل، راح تذهب إلى الملاحظات وراح يعطيك هنا رابط الإحالة الخاص بك الذي سوف تبدأ في الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك، عبر انستغرام، عبر تيليجرام، عبر يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي تقوم باستغلالها للحصول على أكبر عدد ممكن من الإحالات. الآن راح نشرح الطريقة الأخيرة كما تلاحظون، وهي فقط يعني التسجيل اليومي، كل يوم راح تحصل على هذه النقاط كما قلنا. الآن نأتي لعملية السحب، راح نذهب هنا إلى هذا الرصيد الموجود أعلى اليمين، نقوم بالضغط عليه. هنا يقول لي أنه الحد الأدنى للسحب هو 15 دولار، يجب أن تقوم بجمع 15 دولار حتى تقوم بأول عملية سحب لك من هذا التطبيق. من هنا يمكنك تحديد عملية السحب، هي حاليا فقط موجودة الباي بال. حتى تضيف الباي بال الخاص بك تقوم بالضغط هنا على خيار اد، هنا كما تلاحظون اد هكذا، ثم هنا تقوم بوضع الايميل الخاص بك على الباي بال وتقوم بالضغط على خيار اد حتى يتم حفظ الايميل الخاص بك الموجود على الباي بال. ويجب ان يكون الباي بال الخاص بك بطبيعة الحال ان يكون مفعلا يعني حتى تستطيع السحب. وحتى يعني تقوم بتفعيل باي بال سهل جدا بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم بطاقة فيزا أو بطاقة ماستر كارد، فقد يمكنك الحصول عليها مجانا من خلال يعني التسجيل في بنك ماي فين الذي قمنا بشرحه سابقا على القناة، سوف تجدونه هنا في القناة بنك ماي فين. هذا هو بنك ماي فين، تحصل على بطاقة مجانية وأيضا تحصل على 5 يورو إذا قمت بالإيداع في حسابك على الأقل 5 يورو، معناها البطاقة سوف تحصل عليها مجانا. أيضا يمكنك اللجوء إلى خيار آخر وهو بطاقة بيبل، هي أيضا مجانية يمكنك أن تحصل عليها مجانا، أو في بعض الأحيان يطلب منك الإيداع 5 دولار، وهذه 5 دولار سوف تبقى في حسابك دائما. يعني هذا فيما يخص الطريقتين للحصول على بطاقة ماستر كارد مجانية لكي تقوم بتفعيل البيبال الخاص بك وتبدأ في سحب الأموال الخاص بك على البيبال من هذه التطبيقات ومن هذه المواقع التي نقوم بشرحها. إذا تقريبا هذا كل ما يخص الفيديو الخاص بنا نهار اليوم. إذا كان لديكم أي سؤال اتركوه في خانة التعليقات، و يعني أي استفسار آخر سواء حول هذا التطبيق سواء حول تطبيقات أخرى أو سواء حول مواقع قمنا بشرحها سابقا على القناة، فيمكنكم التفضل بجميع أسئلتكم أو يعني التفضل لمراسلتي عبر حسابي في الانستغرام موجود أيضا في صندوق الوصف. الآن كل ما علي فعله أنكم يعني أقول لكم ادعموا هذا الفيديو بمشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي، في تيك توك، في الفيسبوك، في التليجرام، في أي مكان قوموا بمشاركته حتى يعني يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. لا أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس كي يصلكم جديد قناتنا. بطبيعة الحال نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.